كاترين كولونا فاش جات المغرب يعني اقترحت واحد الامر مضحك جدا، رغم ان المغرب هذا الموضوع ما عطاش اهميه، ما تحدث عليه ما حتى شي حاجه، خلاه جانبا لانه كيبان لي انه مساله اللي ما كتستحقش حتى اني نرد عليها. كنهضروا على اوساط دبلوماسيه بطبيعه الحال. اقترحت على المغرب، سمع مزيان سيدي، جي عند المغرب واحد العرض، يعني عرض فريد مغري، يعني شامبوان دو اون، يعني اثنين في واحد، شامبوان دو مالور، يعني ولا جمع ست الغلاقات ديال المناظره محفوطه، ماشي اللي دايرين. سمع هذا كيبان لي هذا المستوى ديال العرض هو اللي كيبان لي شخصيا انا، ما يمكنش نقارنوا بحاجه كبيره من هذا الشيء، الا قارنا بحاجه كبيره من هذا الشيء ولا كنخربوا. سمع قال لك اسيدي، اقترحوا على المغرب الغاء التعاون العسكري والامني والاستخباراتي، الغاء التعاون العسكري والامني والاستخباراتي مع إسرائيل مقابل تطبيع كامل العلاقات مع الجزائر بوساطة فرنسية، والاقتصار على العلاقات المغربية الإسرائيلية في مجال السياسة والاقتصاد والتبادل التجاري. يعني هذا الكلام هذا أنا شخصيا خصني نتبعه بواحد الكلمة واحدة أخرى أو واحد عبارة واحدة أخرى. يلا جبدوا الألواح وكسبوا، ماشي ليكم هما يقولون لنا زعما، هو حنا جالسين شاد صبوره كنتعلموا في المسيد وطباشير وكنكتبوا الالواح، ويس الخونا عطاونا العصر هنا نديروا بحال هكا، اري دك مدله بحال هكا مسطره واضربوك هنا. كيبان ليا ما شي حاجه كبر من هادي ما كايناش، لانه راه هادشي ولا كيتملى علينا بالحرف. يعني اطفال صغار اللي كان في المسيد، فاش كان المسيد وداكشي، وما كانش هادشي هذا بالطريقه هادي، تملى عليك الشروط كيفاش تحك راسك كيفاش تحك نيفك. يعني دابا حنا السؤال دابا ملي كتجي تفرض شروط على واحد الطرف وكتقول له مقابل كذا وكذا، على الاقل كيكون شي حاجه انا غادي نربحها او شي حاجه اللي اتمناها او شي حاجه اللي صعبه المنال. ملي كتقول لي غندخلوا في واحد الاتفاق، كيتحدثوا هاد الناس وكاننا كنهضروا على دوله مهمشه في هاد الحاله اللي زعما هي المغرب، وكتحاول كتطلب انها دير واحد العلاقه مع دوله عظمى بحال قلنا الولايات المتحده ولا بريطانيا ولا روسيا ولا تطبيع العلاقات، يعني غير باش يرضاو علينا النظام الكبران. دابا ملي كتهضر على تطبيع العلاقات الاخوان هنا فهموا، ما كنهضرش على الفهم الدبلوماسي، الفهم الدبلوماسي راه كلشي فهمو، تطبيع العلاقات راه كاين واحد، حنا كنهضروا على الابعاد ديالو، ماذا يخفون وراء هذا المعنى. زعما شنو بغي نقول لك، ان رضا عنا النظام الكبرانات دابا غير حشموا يقولوها وباش نقريحه وتبون يرضاو علينا ويسمحوا لينا حنا كمغرب، خصنا نخرجوا نشدوا هادشي كاع اللي بنيناه كعلاقات متطوره، علاقات قويه، علاقات مبنيه على مصالح مشتركه، نشدوا نقطعوه ونهزموه نلوحوه نهدموه. مالك باش نقريحه يقول واصاي ما تبقاش تعاود دابا وليتي ضريف باش يدوز يدو على راسنا وقلنا مزيان هاك اقدرهم شي شريحه حلوه. راه ما فعلا ما بان ليا شي مثال اكثر من هذا، انا كنهضر وكنتصور بالطريقه هذه. وشكون شنقريحه؟ واحد اللي كان معتقل في المغرب 6 شهور ما كاين مرمدو فيه، 6 شهور مليو تماك كيعطوه في العدس وما عرف شنو، 6 شهور هذاك ولي حنا كيفرض علينا كمملكه مغربيه شريفه يفرض علينا الشروط ويجب علينا قبولها. هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. الاخرى تيجيب لهي بالحشمه كاترين كولونا، قالت لك سيدي ان الوسط الفرنسي ستبدا مباشره بعد انهاء العلاقات العسكريه وهناك ضمان جزائري لذلك. الله اكبر ظريفين، الله يلا ظريفين، عطوا ضمان صار الناس مزيان. دابا هاد الناس ما تنبغيش نقول واحد الكلمه تتقال بزاف وما عمركم ما سمعتوني قلتها ياك، اكيد ما عمر اول مره غادي ما بغيتش نقولها، انت غادي نقول واقيلا متاكد ديك 10 في عقيل كتبان لي شويه ماشي بلاصه فيها واحد الاهانه، وانا ما بغيتش نهاجم واحد الدوله بصفه عامه والمواطنين ديالها، ولكن كنقول لك انا النظام الكبران راه ماشي 10 في عقيل، شي حاجه اكثر من هذا الشيء، لان شي تجاوز الحدود. تصور معايا دابا وليتي انت كتطلب من المغرب يدير حوايج اللي ما خطيره، ما كانوش غدا يقول لك تسليم السلاح، اجي نساو هاد القضيه هادي، علاش الاخوان ما نديروهاش نسلموا لهم السلاح ديالنا؟ شنو غنديروا حنا بداك السلاح؟ نسلموهم بقاو تحت الحمايه الجزائريه، هذه مزيانه لا؟ حيت كاينه بعض الدول اللي ما عندهاش جيش وكتكون تحت الحمايه ديال الدول وجوج ديالها، علاش ما نديروش هاد القضيه حتى حنايا؟ وهادشي اللي بقى
ودابا ملي كتجي لكاترين كولونا وتقول لك السيد هذا الكلام هذا، فكيبان لك انه هذا راه مخطط فرنسي جزائري، غير فرنسا غدير ديك الطريقه ديال انني غندخل بوساطه، اللي كيعني هنا ان فرنسا هي الراس المدبر وهي ام الخبائث هنا. حنا لا نستني ان النظام ديال الكابرنات انه خبيث او انه من الخبائث، لكن كيقولوا ام الخبائث.